انا بيهمني انه اللبنانيين يتفهموا بعضهم، يجي بطيار من السبب يجي يقول وقت يسمع مثلا او حزب الله وقت يسمع انه طلع من بكركة اجتماع بيضم كل الاحزاب المسيحيه وكل نواب الموارنه بيطلعوا بيقولوا لقاء ارثوذكسي، انا محله بيجي بوقف كل شيء، دعوا يا جماعه في مشكله خلينا نشوف شو المشكله. هيك عزيز. لازم نتعاطى مع بعض نلاقي حلول للمشاكل. بس اليوم بس اليوم نترك هالشعب او حيلا فئه من المجتمع اللبناني تحس حالها مقهوره، بنكون عم نحل المشكله او بنكون عم نمهد الى مشاكل اكبر منا ممكن تكون دمويه وعنيفه اكثر. انت تقول يعني تفهم تتحدث بالهواجس، والعبارة ذاتها سمعناها من رئيس بري وغيره، وحين تحدثوا يفترض أن تناقش هذه المسألة، وطبعا للمسيحيين هواجسهم في لبنان، وطرحت الأمور بصراحة. ولكن بصراحة يا سيدي، لح يمشي اللقاء الأرثوذكسي؟ أكيد لا، هذا يقول البعض. بينك وبين نفسك وأنا معودة على صراحتك، هل أنت مقتنع بأنه سيمشي في لبنان؟ نحن بالنسبة لنا هذا القانون هو منطلق للحوار. عم نرجع نقوله ونكرر، هذا منطلق للحوار. نحن نتمنى على الأفريقا اللي رح نلتقي فيهم يعطونا بدائل كيف ممكن نخلي هالتمثيل المسيحي يكون تمثيل صحيح، وكيف نخلي هالمناصفة هيدي نحققها بقدر الإمكان. هذا هو يلي نحن عم نطرحه بوضوح وبصراحة. عظيم. حين يقال بأنه يعني نحن نتحدث عن هذه ولكن عيننا على أخرى، بمعنى أنه من لهي هلأ اللبنانيين بمشروع اللقاء الأرثوذكسي، منسجل كم نقطة بشارعنا المسيحي، ولكن عمليا نحن رح نرجع مرة جديدة نروح على الأحزاب تبنته. مين بده يسجل نقطة على مين؟ لا، كل الأحزاب بيعلي رصيده بأن أنا يعني كل الأحزاب تبنته مع على حساب مين بدك تمركي نقاط؟ ما كل الأحزاب المسيحية كلام منطقي جدا، مظبوط انه ما بدنا نرجع ما عم نمرق نقاط على بعضنا لانه كلنا تبنيناه، بالتالي ما حدا بيقدر يمرق على حدا. هل اليوم بتقدر تقول لناخبيك بانك انت الشيخ سامي جميل؟ انا اقول واتعهد امامكم بان كل هذه الاتهامات باننا سنعود الى قانون الستين، انا اتعهد امامكم باننا لن نعود. خلينا نكون متفقين على شكل أسوأ شيء ممكن يحصل انه نرجع الى الستين، في اوضح من هيك؟ عظيم. أسوأ شيء ممكن يحصل انه نرجع الى الستين. انطلاقا من هون لازم يكون هيدا الباب يلي هو على السقف على الماكسيموم يلي هو إنه أرثوذكسي، انطلاقا منه نلاقي حلول أخرى طلعنا من إنه من الستين. ولكن أنا بقول لك بلش من حزب الكتائب وجر، نحن من هلأ لشهرين ثلاثة إذا كل هالمبادرات هيدي ما توفقت نحن بدنا نقترح بإنون إلى مجلس النيابة. نحن ما رح ننطر أنه والله نرجع على إنه من الستين. عظيم، هذا كلام. خليني بعد عندي دقيقتين عم بيقولوا لي طبعا مبسوطين نحن وياك ست سحر بالنقاش الحلو، القلوب عن بعض ان شاء الله. طبعا يعني لك انتقادات على الحكومه، ولكن في نهايه المطاف انت كنت تقول بان كان على 14 اذار ان تسقط هذه الحكومه في اسبوع. شو عملتوا انتم؟ يعني اليوم نحن امام هذه الحكومه يلي طبعا عم نسمع كمان انه في عده ملفات مختلفه عليها، اخرها الكهرباء يلي بده حتى اليوم الجنرال عون طلع حكى انه ممكن تمشي تظاهره بس من اجل الكهرباء. خليني اوقفك على موضوع الكهرباء، انا بالنسبه لي هو اهم ملف اليوم. موضوع الكهرباء موضوع معيب، انه يطلع وزير بالحكومه يعتبر حاله انه هو وزير بالحكومة بيدعي للتظاهر، يعني شغلة هيدي ما انشفت. هيدي الوزير المحتاج، ما في وزير محتاج بالعالم. وزير أو بيكون عم يعمل شغله وعم يدفع عن هذا أو بيفل، بس وزير محتاج هي مش موجودة، بالأخص هيدي حكومة لون واحد. بفهم أنه حكومة وحدة وطنية واحد يحتاج، بس حكومة لون واحد وزير يحتاج فيه بيكون مشكلة كتير كبيرة. أنا بتمنى أنه نوقف استخفاف بعقول الناس، نوقف بروباغندا، نعمل يعملوا شغلهم، إذا مش قادرين يعملوا بشغلهم يفلوا. بس هيك يضحكوا على الناس، يطلعوا عم يدعوا على التظاهر ضد حاله ضد مين؟ انا بدي اسال بده يتظاهر ضد مين؟ هذا بالمعارضه، لا لا بالمعارضه هل بالحكومه بده ينزل يتظاهر، يتظاهر ضد مين؟ وبده يتظاهر وين؟ وضد مين؟ يا ريت بيقولوا لنا ضد مين بده يتظاهر، وانا هذا السؤال عم بساله. بعدين في حلول لموضوع الكهرباء، حاجه بقى نقترح خطط والى اخره. بعدين شو بيتهموا نحن عرقلنا؟ اجوا طرحوا خطه كهرباء، جينا نحن صوتنا تما يكون فيه ولا حاجه، ما في التاج، ما هي امر مبني والى اخره، وحطينا كل الضوابط، وبالاخر بعد ما تأمنت هالضوابط صوتنا تنكون ايجابيين. شو عملوا؟
في حلول اليوم. انت بتعرفي انه كهربا زحلة تعمل جباية بنسبة 95%؟ ليه؟ لانه كهربا زحلة مؤسسة مستقلة عن كهربا لبنان. بتعرفي انت انه اليوم في معامل موجودة بكهرباء زحلة مسكرة لأنه في مونوبول بصناعة الكهرباء بلبنان، في احتكار للكهرباء من قبل كهرباء لبنان. ليش ما بنفتح مجال؟ شايفي إذا مثلا ناخذ مثلا بس كهرباء زحلة، كهرباء زحلة إذا بنفتح لأستاذ نكد مجال بأنه يفعل المعمل تبعه بيقدر يأمن كهرباء لكل أهل زحلة 24/24 مع جباية 95%، ليش ما نحرر الإنتاج؟ ليش ما منخلي كل منطقة من المناطق اللبنانية أو حتى شركة خاصة تجي هي تعمل معامل وتبيع كهرباء للدولة اللبنانية مثل ما هو واقع بكل بلدان العالم؟ أنت بتعرفي أنه الاحتكار لصناعة الكهرباء أو لتصنيع الكهرباء مش موجود بولا دولة بالعالم؟ ما في إلا نحن نحتكر، الدولة اللبنانية تحتكر هذا الموضوع؟ نحرر الإنتاج تنقدر نأمن الكهرباء للناس، ناقص 1500 وات كرمال تنقدر نأمن كهرباء 24/24. ليش ما منخلي يجوا شركات ينجوا هالكهرباء هيدي، يوضعوا أسعاري بعول الدولة اللبنانية بأسعار مدروسة بشكل نقدر نأمن الكهرباء لكل اللبنانيين؟ على كل حال أنت نائب، ربما ستستمر بهذه الملفات في المجلس النيابي. الوقت خلص، كان بعد عنا عناوين أخرى. حبينا نحكي بأمور. أهلا وسهلا بك، يعني نحن عندك أنت اللي نضيفنا بضيفك. شكرا لك على هذه الاستضافة في منزلك الشيخ سامي جميل. أهلا وسهلا بك. بدي أشكرك وأشكر طبعا مشاهدين الذين رافقونا في هذه الليلة. على أمل اللقاء بكم. إلى اللقاء.